هادي علي من مواليد السماره سنه 1986. بويا توفي وامي متوفيه، امي توفات سنه 2004 وخلت لي كارطي من عاش. ذاك الشهر فاش توفات قطعوها عني، وتميت نطالب بها عبر طلبات المقر العمل والسيد الباشا والمسؤولين كامل على السماره. كانت نرسلهم طلبات ما عدلوا معايا شيء الى 2010. نشرت جريده العلم فيها ظروفي الصحيه، وكنعاني من السكر. ملي كانت عندي عامين خلاقه 86 والسكر قبضني 88، كنت عدل الانسولين 3 مرات في النهار الى درك. وظروفي الصحيه ما يسامح ما تتشايف شيء، شبكه العين تاثرت بالسكر، ودرك تعرضت شفت واحد من الناس بغي نكمل ديني وكنعاني ظروف انا وهي درك، ظروف قاسيه. وعندنا لما دخل نصف اجره الانعاش ما يزاد ديالنا شيء، ودرك عيالي انا حامله وظروف قاسيه. وعدلت مشروع بامانه بقرض من امانه، وذاك النهار تخطى شيء من هذه المراهقين خبطوا مشروع بالحجارة اللي تقولي محالي، وتوجهت للعامل وطلبت لي نعيس. وذلك عبر هذا المنبر كتكلم على السيد العامل والمسؤولين ميتو يشوفوا من حالتي ورحموا ضعفي، والله يجازيكم بخير. كنطلب الله انها تكمل كارطيت الانعاش اللي خلات لي والدتي، تكمل لي وجهه الانعاش اللي عايده في سمي، وكانت سمت الوالده الله يرحمها، ودعمني مشروع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وتوفي.